روما والهزيمه 1-0 امام الانتر، المباراه المؤجله والهزيمه 3-2. الان ابرا خلص جول، هدف ابرا، لكن مش مهم مين اللي سجل هدف، المهم ان الشباك تخلت عن صمودها واخيرا يتقدم الميلان بعد كل هذه المحاولات. لا يوجد تسلل، تمرير كاسانو، استلام لابراهيموفيتش والمدافع هو من سجل الهدف في مرمى بالخطا. بيلجرينو جاء الفرج من الارجنتين من بوينس ايرس عن طريق بيلجرينو في محاولة. شوف الحارس، شوف انتونيولي بيبرق له، بيبص له، يعني نظر